طيب بعد ما عملت الريفيو امبارح، ليلي قالت لي انتي دانا، وشفت قريت كتير قوي من الكومنتس بتاعتكم ان انا عامله ريفيو للبرودكت الغلط مش اللي استخدمته ماكيلا، وهعمل ستابس مع ان انا كنت عاملاها امبارح بس هنعملها تاني مع البرودكت. انا بعته وهو جبته من امازون، اتمنى انه يكون بقى اللي صح. ده اللي انا عملته امبارح اللي هو كان ميبلين باودر سوبر ستاي، فكتير قالوا لي لا هو المفروض لونج وير باودر ووتر بروف، فمش هو ده البرودكت الصح. انا دلوقتي مش حاطه اي حاجه على وشي، حتى سبت شويه مكان التاتو اللي انا بشيله اليومين دول علشان نشوف الايفكت بتاعه. كتير قالوا لي هاتي سبونجه تبقى مبلوله علشان نشوف اذا كان صح ولا لا. وليلي ادتني من عندها المويسترايزر ده اسمه جانك اليفنت، واضح ان هو منتج مشهور قوي. بنضغط عليه كده من هنا صح لولو؟ يس اوكي. وهنحط موسترايزنج شويه للبشره عشان ناس كتير قالوا لي دانا انت يمكن لازم ترطبي اوكي قبل ما تعمليه. انا اي ثينك ماكيلا او اللي عملت الفيديو، اول واحده اللي خلت الفيديو ده يبقى فايرل، كانت حاطه كونسيلر ومظبطه شويه حاجات، لكن احنا عايزين نشوف المنتج على الحقيقه. لولو كان يو هيلب مي اوت بليز امسكي لي الورقه. يا رب ما يكونوش بعتوا لي نفس المنتج، فثواني هفتح وارجع لكم. سو ذيز ار ذا ديفرنس، ذس وان واز ذا فاونديشن. بالعربي بقى was... طب ده الفرق، ده الفاونديشن وده الباودر. طيب يبقى ده كان باودر وانا كنت غلطانه، وده الفاونديشن وهو مكتوب عليه باودر فاونديشن فونداتون فول كفرج اوكي سوبر ستاي. ده طبعا مش الدرجه بتاعتي، بس الدرجه بتاعتي مش موجوده، بس احنا ريجاردلس هنجرب. طيب عايزه تساعدي؟ اوكي عايزه تساعدي؟ لا معلش مش مشكله. دي بقى الديفاين لاينز اللي احنا كنا بنتكلم عليها امبارح، وقلنا انه عادة الفاونديشنز اللي زي دي ما بتديش نتيجة، بس هوبفلي اتويل. مش عايزين نتكلم كتير، عايز اوريكم على طول. طيب اهو سبونجية مبلولة زي ما انتوا قلتولي، وحناخد اهو انا عمال اعمل زي والله ما انتوا قلتوا، عشان بس ما تقولوش ايه ان انا بخترع. خدت كمية، المفروض انه خدت كمية، وخلينا نشوف لو هيعمل بالنتيجة اللي مكيلة قالت عليها. Do you feel? No. Okay. Wait, there is a brush for it under here. مش هتفرق البرش، ما هي برضو سبونج اهو، عشان بس ما تقولوش ان انا بظلم ولا حاجة. اهو It's kind of. Wait. سويني عشان مش شايفة. لا. مش قوي. انتو حاسين ايه يا بنات؟ It's too light for you. It's too light. بس انا ماليش دعوه باللايت، ان هو بيقول لي فاتح قوي يعني مش مشكله فاتح ولا لا. انا عايزه اشوف الكفرج بتاعته. Show me. الكفرج بتاعته مش فول كفرج يا ليلي؟ لا خالص. ليلي بتقول لا. طيب ثواني اشوف كده. الحقيقه هتبان في التاتو بامانه يعني، بس قولي الفاتح على التاتو بيبينه اكتر مش بيخفيه. اهو بصوا بان اكتر بدل ما يخفيه، بس بعيدا عن ده. طب ادوني ثانيه كده عشان ايفالويت. ليتس تراي وذ ذس سبونج. ماي بتقول مش فول كفرج، وليلي بتقول مش فول كفرج. هو ديفينتلي انا عمري ما هحط حاجه زي دي. اولا بصوا الديفاين لاينز بانت اكتر. انا عارفه انتوا هتقولوا عشان فاتح، بس ده ملوش علاقه، لانه حتى لو فاتح هعتبر ان انا ممكن استخدمه كونسيلر. اوكي البورز بانت اكتر، البقع بانت اكتر. بصوا التكستشر بتاعه ده والله يعني تجربة فير قدامكم اهو، غير اي تجميل لاي شيء. يعني انا شايفة ان والله دي باللي فيها ارحم من ده، عاملة زي كني حاطة. هو طبعا عشان اللون يعني، هو فاتحة عليكي قوي. بس هو برضو مش فول كفرج يا مي، حتى بغض النظر. انا just wanna show them it's not even covering this red. بس هو انا شايفة انه يمكن عشان الدرجة فاتحة مبدئيا، بس هو very light. لا very light and it's not even covering my hand. مش عارف. It's not covering anything. طيب هو يا جماعة هو انا والله بصوا حتى من كتر ما عملت هو مش راضي يطلع. It's not مش بيطلع بسهوله، مش راضي يطلع بغض النظر. وبصوا بصوا ده اللي انا بتكلم فيه لما تحطوا باودري فاونديشن، شايفين كل ده بيبان اكتر. لا بس
شكله اتكسر اساسا. شكرا، قفلنا الحلقه على كده. باي باي.